بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. حظي الدور القيادي بجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ومكانة جلالته على المستوى الدولي بتكريم مزدوج خلال سنة 2017 بكل من واشنطن ونيويورك، وذلك بمنح جلالة الملك محمد السادس حفظه الله جائزتين مرموقتين، هما جائزة الاعتراف الخاص للريادة في النهوض بقيم التسامح والتقارب بين الثقافات، وجائزة الشخصية المتبصرة في مجال النجاعة الطاقية، وهو تتويج يعكس عرفان المجتمع الدولي وتقديره للرؤية الملكية في التعاطي مع المعضلات الكبرى التي يواجهها العالم. الشريف العلوي حفظه يا رحمن، ملك المغاربة ويعز من زمان، والشريف العلوي حفظه يا رحمن، ملك المغاربة ويعز من زمان. غربة ويعز